لكن ما هو الذكر الله الكثير؟ ما أنا لم أقول أنك تذكر الله تكون هناك تقول يلا تو عند دورة المياه استغفر الله لا إله إلا الله استغفر الله لا حول ولا قوة إنا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله حيث سير. هذا نوع من الأنواع التي يحظ ويحث الشرع على ذلك، لكن هو أن لا يفارق قلبك ذكر الله أو لا يفارق قلبك ذكر الله. يعني لما تكون خاليا لا تفعل شيئا خوفا من الله مما هو في محارم الله. يعني مثلا ممكن إنسان تلقاه هنا ويبكي ويصيح ويدعو ما شاء الله قيام الليل صوم نوافل، لكنه إذا كان في البيت مع أهله ليس من أهل الإيمان في البيت. أحسنكم أخلاقا منهم أحسنكم إلى أهلكم. إذا أنت محسن مع أهلك هي أول رتبة ينبغي أن تكون. أما اللي في العمل، في العمل بشوش يضحك وكذا ويجيب لهم لبن واليوم مشكليت باكر يعني بطاطس وباكر قروص عسل واللي بعده يجيب لهم عيش وعوال في العمل. أما في البيت ممكن ينطع على أبوه كل ذاك أبو جايبنا أبطله يضيق بمه تمالش ما الله يهديش تخرتيبنا ما كيف كذاك كيف يخاطب أمه بهذه الطريقة الله يهديكم با الله يهديك ايه او يدعو تدعو انت هذا دعاءك الله يهديك با يا اخي عند موعد با يلا تحرك هذا ولدك واو فهمت. لا يمكن ان يتعامل مع ابيه بهذه الطريقه، لا بد ان يكون التعامل مع الوالدين درجه اخرى غير درجه الاقران والذين هم أصغر منك فهم أعلى منك. شفت لما تدخل على الوزير ولا مدير عام كيف الحال طيبين وأهلا يا سهل كذاك مع أبيك وأمك ما تجي تدحر عينك كذا باه الله يهديك فضيحة. يعني مثلا من ضمن الأشياء التي يفعلونها البعض والعياذ بالله أنه إذا جاء مع ضيوف فإذا بالوالد يذكر قصة تحسها أنها خيالية وهذا متحرك أنه في سويلك كذا ما يجوز عند الله تعالى فهمت. لا يصح عقوق يا أخي لا تقول لهما أف. تعرف ما أف يعني؟ يعني أنت جالس هكذا تقول لك سير جيب طماطم ان شاء الله سير جيب تو بصل ما قلتي لي انا ساير تو قالت نسيت والدي سير جيب بذا ونسينا العصير قالت وانا تو جاي هذا شد من اف. وحتى قال اهل العلم ما لازم اف تقول لهما هكذا وجه لوجه وانت رايح في طريق الله يهديهم الله كسر الحين هي ذيك منهن. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما يقول له لا تنهرهم هو يوميا ينهرهم وينطع ويحد بصره ولذلك مهما يعمل إن لم يلتزم طريق الله عز وجل سبل السلام فأنى له